السلام عليكم ورحمة الله. أمريكا تعذر، ليش فشلتي مع الحوثي؟ قالت ما عندنا جواسيس. أمريكا ما عندها جواسيس. وعلى طار الجواسيس، سألت رجلا من أقصى المدينة، شلون أعرف أن اللي قاعد يكلمني أو توني متعرف عليه أنه ضابط استخبارات أو ضابطة استخبارات شقرة مزيونة تستدرجني؟ شلون اعرف ان اروح مؤتمرات، اروح اسافر، اروح ذي واتعرف على ناس اجانب او حتى من دول شتى؟ يعني ممكن الجاسوس يتكلم حتى نفس لهجتك، نفس بلدك، نفس طباعك، فشلون اعرف ان هذا اللي يكلمني جاسوس وانه يستدرجني؟ قال صديقي اللي من اقصى المدينه وينصحني، قال اذا شفته يركز في حواره على موضوعين يركز فيهم، اعرف ان هذا جاسوس وقاعد يستدرجك. قلت شنو الموضوعين؟ قال اول شيء يسولف واجد او يسالك واجد عن حياتك الشخصيه، خصوصا اذا ما يبخصك وتو متعرف عليك، يسالك عن حياتك الشخصيه، راتبك، عيالك، زوجتك، شو اسم امك، واضحه العصيمي الله يرحمها، كل شيء يخصك يركز عليه، ما يسولف عن مواضيع، قد يسولف عن مواضيع عدة لكن يركز على حياتك الشخصية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يركز على موضوع معين، يعني الديمقراطية في الكويت، يتكلم عن المطار الجديد، يتكلم عن القواعد الجوية الجديدة، يتكلم عن شو الطيارات اللي شريتوها، شنو الصندوق السيادي، شنو، فيركز على موضوع واحد ودائم يسأل عنه. إذا حتى تعرف أن محدثك اللي يستدرجك وما تثق فيه وتوكم تعرف عليها شقرة ومزيونة وانت كنت ترقل وتنطط، إذا ركز محاورك على الموضوعين، الأول حياتك الشخصية، الثاني يسأل عن موضوع معين ويقوم يسولف عنه بصفة دائمة، تعرف في حالة أن هذا جاسوس اللي مركز على هالموضوعين. ضيوفي الكرام، الاستخبارات كما هو معروف هي الحكومة الخفية في العالم، هي الحكومة الخفية، هي الاستخبارات، ومعنية بحماية الأمن القومي للبلد وتحمي الأمن القومي خلال السلم وخلال الحرب وخلال النزاعات، وهذا لأنها هي الحكومة الخفية يعطيها مكانة متقدمة عند صناع القرار، فهم مواصلين، رجال الاستخبارات دائم مواصلين، سواء في تواصلهم، سواء في تحركهم، سواء في قدراتهم المادية، سواء في كل شيء، فهم مواصلين. صناع القرار في الحرب يحتاج إلى معرفة القدرات العسكرية والتسلح والقدرات الاقتصادية للغريم، وهذا يعني أن شبكة عملاء، لازم العملاء اللي يوصلون للمعلومات الاستخبارات لازم يكونون مختصين في الاقتصاد، في القدرات العسكرية، في التسلح، في السياسة، ولازم يكون لهم مناصب في الدولة المستهدفة، فما يجي واحد من الشارع أو واحد على باب الله أو واحد محدود القدرات أو وظيفته متدنية ويحطه جاسوس ويقول له رح جيب لي معلومات من المكان الفلاني. يجب أن تكون قريبين، يكون الجاسوس قريب من صنع القرار في الدولة المستهدفة، أو تكون معنية بعمل مؤسساتي في، يكونون معنيين بعمل مؤسساتي في دوائر الدولة المستهدفة. ضيوف الكرام، تعرف الاستخبارات أو عملية الاستخبارات تعرف بأنها هي الإجراءات اللي تتم، يعني جمع المعلومات، تحليلها، معالجة هذه المعلومات لدعم صناع القرار. الاستخبارات ما يقومون بنفسهم بالإجراء بعد ذلك، لكن يعطون المعلومة لصانع القرار السياسي ويقول لهم أو العسكري يقول لهم نفذوا العمل الفلاني. وكما ذكرنا، يعني أول خطوة هي جمع المعلومات. واشنطن مثلا، وهي أقوى استخبارات في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تعتمد على سبيل المثال على جمع المعلومات الاستخبارية من خلال وسائل عدة، يعني تطور جمع المعلومات، صار من خلال أقمار التجسس الصناعية، صار من خلال تطبيقات الهواتف بيجاسوس الصهيوني وغيره، من خلال الطائرات المسيرة، فكثيرة وسائل جمع المعلومات، وجمع المعلومات هي الخطوة الأولى والخطوة الأهم
في العمل الاستخباري. القوات المسلحة غير صانع القرار السياسي، تحتاج إلى استخبارات، وهذا يقوم بها الانتل أو الجي 2، تسمى جي 2 في تسلسل الهيئات، أي تشكيل عسكري. القوات المسلحة فيها الاستخبارات العسكرية يسمونها جي 2، جي 1 اللي هي الإمداد والتموين، جي 2 الاستخبارات، جي 3 العسكرية، جي 4 اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي هي الإدارة، جي 4 أعتقد أو والله ضيعت شيبت. على كل حال، فالاستخبارات العسكرية تسمى جي 2، والاستخبارات العسكرية الأمريكية قوية جدا. يقال أنها في مطلع القرن 21 أمريكا أنفقت 30 مليار دولار سنويا، مو من بداية القرن، لكن كل سنة تنفق 30 مليار سنويا، مليار دولار سنويا على الأنشطة المتعلقة بالعمل الاستخباري. من يدير الاستخبارات الأمريكية؟ 20,000 شخص. هذا 20,000 شخص داخل أمريكا فقط، لأنهم يخافون الخطر يكون داخلي. وهناك آلاف يشتغلون من المواطنين الأمريكيين يشتغلون في الخارج، في كل من بصفة سرية وبصفة علنية، يعني يكون مستشار في الشركة لكن ما يتردد في إبلاغ دولته عندما يرى أن خطر أو جماعة إرهابية داعش أو شيء، أن إبلاغها أن هناك نشاط مشكوك فيه أو مشبوه. كما قلنا، جميع أو أكثر المختصين يتفقون على أن أهم أجهزة الاستخبارات الحالية هي الاستخبارات الأمريكية، وهي جزء من منظومة استخبارات تسمى العيون الخمس. العيون الخمس هي أستراليا، بريطانيا، أمريكا، كندا، كذا كذا، ومتصلة بها أيضا أجهزة استخبارات عربية وأجهزة استخبارات خليجية. فهم شركة، لأن العدو المشترك، لأن هناك أعداء يكونون مشتركين في معظم الحالات، وهؤلاء لا يكونون دول بقدر ما هما، يعني في أيام الاستقطاب المعسكر الشرقي والغربي كانوا كلهم ضد المعسكر الشرقي، لكن بعد زوال حلف وارسو كمهدد عسكري أصبح العدو الجديد هو العدو اللي خلقوه، هو الإرهاب، هو السايبر وورفير، هو العديد من أشكال التهديد الجديدة لهم. الأمريكان بدون شك هم في حرب حاليا، هذه الأيام ما تخلص حروبهم، لكن هذه الأيام هم في حرب مع الحوثيين. وهنا نتساءل، أين تكمن المشكلة الأمريكية بخصوص الحوثيين؟ ليش ما ينجزون؟ من يناير ليومك 3 أشهر بتدخل الرابع ولم ينجزوا مع قوة مثل الحوثيين. أهلا بكم في منصة المراقب الخليجي مع أخوكم الدكتور ظافر العجمي. ضيوفي الكرام، الجانب الاستخباراتي جزء أصيل من أي عملية عسكرية، لكن في اليمن هناك كما يقال حالة من العمل الاستخباراتي، عمل استخباراتي حالة دون نجاح حملة الولايات المتحدة لرد الحوثيين ووقف هجماتهم البحرية. يعني أمريكا اللي شلت القوات الطاغية صدام حسين في خلال 6 ساعات الأولى وخلته مثل الأعمى يتخبط، هم يعانون من نفس الشيء بوسائل الحوثيين البدائية. جماعة الحوثي أعلنت وبكل فخر أنها استهدفت 61 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب منذ نوفمبر الماضي. وفقا لمسؤولين أمريكان تحدثوا لأكثر من وسيلة، خصوصا الفاينانشال تايمز اللي انشرت قبل أيام مقال لها وتحدثوا لها، يقولون سألتهم أين تكمن مشكلة الاستخبارات الأمريكية بخصوص الحوثيين، فقالوا أو اتفق من تحدثت معهم الفاينانشال تايمز أن هناك 3 أمور ظلامية أو الأمريكان في حالة عمى لا يعرفونها عن الحوثيين. ترسانة الحوثيين العسكرية، إيش كثر وإيش قوتها؟ تأثير الضربات على قدراتهم، حنا كل مرة نطقهم إيش دمرنا؟ ما يدرون إيش كثر دمروا، دمج أسسمنت، تقدير الضرر اللي صار.
ثلاثة جهلهم مصدر ترسانة الحوثي، وين يسوون الأسلحة، منين تورد لهم، منين تجونهم. إذا الثلاث أشياء هذه لا يعرفها الأمريكان واستخباراتهم فاشلة فيها: ترسانة الحوثي وحجمها، تأثير الضربات الأخيرة على قدراتهم، جهل مصدر ترسانة الحوثي. هذا يعود لأسباب كثيرة. أسباب العجز الاستخباراتي الأمريكي والغربي يعني البريطاني أيضا هو عدم وجود مصادر محلية على الأرض، وتوقف استطلاع الطائرات بدون طيار الأمريكية. يعني الثنتين وقفت فتوقفوا. وأهم النقاط هو وجود رجال استخبارات بشر على الأرض يزودون الأمريكان بالمعلومات، لأن البشر يواكب تطور الأحداث، مو مثل الطيارة أو مثل الأجهزة الأخرى. طبعا على الرغم من اعتقاد واشنطن أن الضربات العسكرية اللي بدأت في فجر 11 يناير أحدثت أضرار في قدراتهم العسكرية، لكن الصعوبة اللي تواجه الأمريكان هو تقييم مدى أثر تلك الضربات بسبب هذه الثغرة الاستخبارية. ما يدرون إيش دمروا، ما يدرون هل هي كسرت 30 40 50% من قوة الحوثي، فهذا مجهول. الحوثي نجحوا إلى حد كبير في عزل مناطقهم، الدخول والخروج إليها صعب، فهذا خلق الضبابية أو العمل الاستخباراتي الغربي تجاه الحوثيين. وهناك أسباب أدت إلى هذا العمى، يعني ليس قدرة الحوثيين على العزل هذه واحدة بس من الأسباب اللي جعلتهم لا يصلون إلى المعلومات اللي يريدونها. كما قلت، حجم قوة الحوثي، منين سلاحه، والضرر في كل ضربة يضربونه. الأسباب كثيرة كما قلنا. أول سبب أنه من 10 سنوات 2015 سكرت السفارة الأمريكية في صنعاء، ما عاد في جواسيس، سواء يمنيين يعطون السفارة أو أمريكان يطلعون كل يوم في قهوة، وحتى لو يبون يخزن قاد خزن معهم على أساس يجمع معلومات. اثنين، يقال أن أيام حرب التحالف مع اليمنيين تراجعت اليمن كأولوية لدى الأمريكيين. يعني يقول لك التحالف العربي شايل همهم، أنا مش حقه أجمع استخبارات، مش حقه أشارك التحالف العربي استخبارات اللي عندهم أو المعلومات الاستخبارية اللي عندهم. السبب الثالث، تركيزهم الاستخباراتي هناك، يعني كان قليل تركيزهم ومو مهم بالنسبة لهم، سواء التحالف العربي أو غيره. يقول لك اليمن وش أنت يا باعوضة، شامني باليمن. السبب الرابع بعد توقف، السبب هو أن توقفت هجمات الطائرات المسيرة ضد تنظيم القاعدة، وكانت آخر هجمات للطائرات المسيرة ضد تنظيم القاعدة في عصر ترامب، عقبها وقفوا، مع أن القاعدة ما زالت الغريم الرئيسي للأمريكان وتجمع معلومات بالإضافة إلى مهاجمة القاعدة، فوقفت من عصر ترامب. هذا هو السبب الرابع في ضعف أو حالة العمل الاستخباراتي الأمريكي. السبب الخامس، الحوثيين يميلون إلى تخزين أسلحتهم في تضاريس وعرة، وهذا ما شاهدناه في التحالف. لكن الحصول على معلومات استخبارية على الأرض أصبح أكثر صعوبة منذ أن تركت أمريكا، من يوم شالت سفارتها صار صعب. تجند أحد يروح لهالجبال ويروح هذه، والمردود ردي ويذبحون الحوثيين. هذه أيضا قللت من عملية الاستخبار أو أدخلتهم في حالة العمى الاستخباري. كما قلنا، أو السبب السادس وهذا ذكرنا جزء منه، أنهم خلقوا منطقة ظلام معلوماتية، بحيث لا يستطيع الأمريكان ولا البريطانيين ولا حلفائهم ضمن التحالف اللي يقاموه حارس الازدهار Guardian of Prosperity، ما يقدر يقيم الأثر الناجم عن الهجمات المضادة اللي قامت بها هذه الدول. إذا ما عرفت قدر الدمار على هذا الموقع اللي ضربته، هل أضربه مرة ثانية؟ هل أخليه؟ ما تكفي، يجب الطيار يدور مرة ثانية، هذا خطر عليه. مفروض أن كل ضربة يقيم كثر تدمير الهدف، وهذه مفقودة. السبب السابع، الحوثيين في العادة وطوال سنوات الحرب مع التحالف كانوا يتباكون ويجذبون تعاطف العالم. شو يسوون؟ كانوا يفصحون عن نتائج الضربات اللي كانت التحالف العربي يشنها. شوفوا، دمروا مسجد، دمروا مستشفى، دمروا شيء. في المواجهات الأخيرة مع الأمريكان ما يكشفون عن أي تفاصيل أو معلومات تتعلق بهذه الهجمات. يعني عمركم شفتوا من بدأت الحرب صورة الحوثي، مطار مدمر، قاعدة، مسجد مدمر، بيت مدمر، أطفال مقتولين؟ الحوثي ما يطلعهم. فهناك ضبابية يخلقها الحوثي للتحالف. النقطة الثامنة، أن الحوثيين لا يسمحون بالتصوير لكوادرهم وغير كوادرهم.
عن النتائج سواء مادية أو بشرية. أول كانوا يصورون، كان ينادون الجزيرة، ينادون CNN، ينادون. هالحين حتى الجزيرة ممنوعة من التصوير المباشر بعد الهجمة اللي طالت، يعني آخر شيء ميناء الصليف الجديد ممنوعين من التصوير المباشر، وهم خلوهم عطوهم صور ولا يعطونهم فيديو. تسعة، السبب يعني النقطة التاسعة، أن على الرغم من الضعف الاستخباراتي الأمريكي، الولايات المتحدة ما زال لديها نقاط استخباراتية إيجابية في الأجزاء الشرقية، يعني شرقي اليمن للأمريكان تواجد يظهر بين فينا وأخرى، نشوف بعض الجنود الأمريكان، نشوف نشاط دبلوماسي أمريكي في حضرموت، في المهرة، وحتى في العاصمة المؤقتة عدن. المعلومات المتوفرة أن هناك ضباط أمريكان في المهرة، بوابة اليمن الشرقية، وفي محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد كما قلنا. في لكن السبب مو ضد الحوثيين، هم موجودين هناك لمكافحة الإرهاب ومكافحة القاعدة. فهل ضابط الاستخبارات متفرغ لجمع المعلومات عن الحوثي؟ على كل حال مصادر الحوثية يتمدحون أن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية مكشوفة لدينا، وأن الاستخبارات البريطانية والأمريكية حاطين لهم قاعدة استخباراتية في مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأن أجهزة الحوثيين كشفت عدد من الخلايا وألقفت عليهم القبض، وآخرهم في 2021 قبل 3 سنوات، يعني أقدمهم وآخرهم شيء جديد، وأنهم يركزون الاستخبارات البريطانية والأمريكية أن يجندون أهل الشمال خصوصا صنعاء وصعدة، وتركيزهم أن يطلبون من المجندين الجدد أو من يوظفونهم معلومات عن الدفاعات الجوية والطيران المسير والقوات العسكرية، وأنهم جرى تدريبهم من قبل الأمريكان وتوزيعهم من قبل البريطانيين، وأن هؤلاء الجواسيس كانوا يأخذون الإحداثيات وفعلا عطوا إحداثيات للتحالف الأمريكي البريطاني الجديد، وأنهم كانوا موزعينهم على كافة محافظات الشمال. هذا يقول الحوثي، وأن كان رواتبهم حوالي 300 دولار شهري. الفقر 300 دولار والحوثي بيذبحني والأمريكي يدزني كل مكان. اللهم لك الحمد. على كل حال العمى الاستخباراتي الأمريكي يدل على فشل الردع، يعني الردع فشل في ردعهم، وما زالت العمليات مستمرة. يعني تشكيل التحالف حارس الازدهار في 19 ديسمبر، إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في 17 يناير، ودخل حيز التنفيذ عقبها بشهر، ومع ذلك فشل الردع، وتنفيذ سلسلة ضربات منذ 11 يناير. يعني حارس الازدهار ضربات مباشرة، حطوهم حوثيين، حطوهم إرهابيين، كل ذلك لم يردع ولم يفلح في ردع الحوثيين. لم يردع الحوثيين، بدليل تنفيذ الحوثيين 55 هجوم بحري منذ أواخر أكتوبر الماضي. بعضها معروف، أحدث أغرق سفن، غرق سفينة أسمدة اللي تلوث البحر، روبي مار قرب مضيق باب المندب. فالحوثي ما زال يستمر، والفشل الأمريكي ما زال مستمر، والضبابية أو العمل الاستخباري ما زال مستمر. الأسباب كثيرة، يعني ليس العمل الاستخباري هو سبب ضعف الردع. يعني أيضا نستطيع أن نقول أنه منذ مطلع فبراير الشهر الماضي غير الحوثيين تكتيكاتهم العسكرية. في نوفمبر كانت تتركز هجماتهم على الجنوب والبحر الأحمر القريب من باب المندب، بعدين توغلوا جنوبا صاروا في خليج عدن، فتغيرت تكتيكات الحوثي ويطور نفسه بوتيرة متسارعة يبدو أن التحالف عاجز عن ملاحقتها. أيضا هناك تقارير أن جماعة الحوثي غيرت أيضا الطرق اللي تتبعها في الهجوم. في البداية شنو كان يستخدم؟ كان يستخدم الصواريخ والمسيرات اللي تحمل المتفجرات، يعني اللي تروح وتفجر وتخلص. الهجمات الأخيرة صار الحوثي يعتمد على تقنيات جديدة، يعتمد على إطلاق الصواريخ من اليمن مباشرة، مو واحدة موجهة صغيرة هدفها بسيط وإحداث صدى إعلامي أكثر من صدى حقيقي. الآن لا، صواريخ بالستية، صواريخ
من اليمن، تطلع من اليمن، ومع ذلك فشلوا في إيجاد قواعدها. أيضا أدخل الحوثيين الطائرات والقوارب المسيرة والغواصات البحرية المسيرة، هذا كله يهدد القوات البحرية المنتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن. إذا شنو الحل؟ شنو الحل؟ فشل استخباري، فشل عملياتي، فشل في الردع، شنو الحل؟ الحل عند خشوم الأمريكان، لكن كأنهم ما يشوفونه، كأنهم ما يشوفونه. عرفت اللي كل شيء قدامه والله معميه عنه. المثل الأمريكي يقول شنو؟ يقول المثل الأمريكي، المثل الأمريكي يقول إذا بغيت تسوي بيض شكشوكة لازم تكسر بعض البيض. إذا تبي تسوي بيض شكشوكة لازم تكسر بعض البيض، لازم تكسر، ما تقدر تسويها بدون ما تكسر البيض. وهذه حرب الحوثيين على الملاحة البحرية، لازم عمل عسكري، عمل عسكري واسع ضدهم، أكبر من الضربات الصاروخية المحدودة اللي تنفذها حاليا. الحوثي يدرك أن من المستبعد أن يغامر الرئيس الأمريكي بتكسير البيض على أساس يسوي عجة أو يسوي شكشوكك مثل ما يسمونه. يدري أن وراه انتخابات، واليمن يشبه كثيرا حالات دخلها قادة أمريكان في وقت الانتخابات وفشلوا. أفغانستان تشبه أفغانستان كثيرا، 20 سنة وطلعوا، وعورة التضاريس، الحوثيين يشبهون طلبان، عط واحد فيهم خبز، كيس خبز وبصلة وثلاث تمرات وحطه في جبل يوقف رتل كامل في أفغانستان. مرونتهم، التأقلم حيث وجدوا، كأنهم عيال هذه البيئة، وهم فعلا عيالها. إذا شنو خيارات واشنطن؟ احنا طرحنا السؤال هذا، يعني ان خيارات واشنطن الاستراتيجية تضيق، وعلى المدى المتوسط الى الطويل لازم يساعدون احد حتى يفزع لهم. التحالف العربي ما لنا دخله، خلاص ما حلوا انفسكم يا امريكان. لكن هناك من هو موجود ومتوفر ويطالب الامريكان بالفزعة، القوات المناهضة للحوثيين في اليمن يهدفون إلى تقويض قدرات الجماعة الحوثية، خاصة في منطقة الساحل والمطلع على البحر الأحمر، ويطالبون بالتدريب والتجهيز من الأمريكان والتعاون الاستخباري. القوات اليمنية المناهضة للحوثيين، سواء المجلس الرئاسي اليمني، المجلس الانتقالي، العمالقة، الأقزام، كلهم يبون أو يتنافسون للحصول على الدعم الأمريكي. ليش ما تجندونهم كاستخبارات؟ ليش ما تفزعون بهم؟ مخرج الأمريكان والبريطانيين من اليمن هو عن طريق اليمني، أو مثل ما يقولون let a Bedouin chase another Bedouin. هذا في سياسة بريطانيا أول، سياسة الأمريكان let a Yemeni chase another Yemeni. الشرعية قادرة، الشرعية كفو، الشرعية تستطيع إنجاز الكثير، أقل ما فيها العمل الاستخباري اللي هو ثغرة كبيرة في جدار التحالف الأمريكي البريطاني. التحالف البريطاني الأمريكي مثل الأعمى استخباريا، ذكرنا الأسباب، بينما الحل عند خشومه ما يشوفونه. الحل هو التعاون مع الشرعية في العمل الاستخباري وفي العمل القتالي. هذا ما لدي، وأنا مستعد لسماع ما لديكم، ولكم مني أجمل سلام.